السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه، هنبدأ النهاردة ان شاء الله في الوحدة بتاعة الاحصاء. الاحصاء الترم ده، الاحصاء اللي انتوا واخدينها من سنة خمسة ابتدائي، اللي هي بتاعة التجربة وفضاء العينة، النرد، حجر النرد، والعملة النقدية، الكلام اللي انتوا فاكرينه ده ان شاء الله. وكده كده هنراجع مع بعض ان شاء الله. تمام. طيب، في البداية بس انا عايزك تفتكروا ان التجربة العشوائية هي تجربة احنا بنعملها مش عارفين النتيجة اللي هتطلع لنا، تمام، بس بنحط في احتمالاتنا كل النواعي التريج الممكنة اللي ممكن تطلع لي، تمام، وبنسمي كل النواتج اللي ممكن تطلع لي دي من التجربة فضاء العينة، بنرمز لها بالرمز فاء، تمام. طيب، لما بختار مجموعة جزئية من فضاء العينة دي بسميها حدث. هأكد لكم على الكلام ده واحنا بنحل السؤال اللي قدامنا. بيقول لك صحبة بطاقة عشوائية من بين 25 بطاقة مرقمة من 1 إلى 25، أوجد احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل رقم 1 تحمل عددا فرديا يقبل القسم على 3. يعني هو بيقول له عندك صندوق فيه بطايق 25 بطاقة مترقمة من 1 لغاية 25. جميل. يا ترى ايه الأرقام اللي ممكن اسحبها وتكون فردية وتكون بتقبل القسمة على 3؟ لو جينا كده عدينا من 1 لغاية 25 هنلاقي الارقام الفردية وبتقبل القسمة على 3 اللي هي 3 و9 و15 و21. تمام. بصوا يا شباب، من رقم 1 لغاية رقم 25 ده كده كله اسمه فضاء العينة اللي برمز له بالرمز فاء. اول حاجة عندي هنا اللي هي 3 و9 و5 و21، دي بعض الارقام من 25 رقم دولت، فده اسمه حدث، تمام. ومثلا هدي له الرمز الف، فهقول ان الحدث الف ان انا اختار الرقم 3 او 9 او 15 او 21. جميل كده. هو طلب منك الاحتمال، الاحتمال ده احنا كنا بنرمز له بلام الف، ولام ألف هو كان عبارة عن نون ألف اللي هي عدد عناصر ألف على نون فاء اللي هي عدد عناصر فضاء العينة. عدد عناصر ألف اللي هو 1 2 3 4 على عدد عناصر الفضاء العينة كلها اللي هم 25 رقم، تمام، يبقى الناتج 4 على 25. ده كده جبت احتمال أن يكون البطاقة المسحوبة عددا فرديا يقبل القسمة على 3. طيب، رقم 2 بيقول لك تحمل عددا فرديا يقبل القسمة على باء، ده احتمال تاني، فهندي له رمز تاني غير الالف، مثلا ندي له باء. جميل. ونشوف الارقام ما بين من 1 لغاية 25 الفردية واللي بتقبل القسمة على 5، نلاقيها 5 15 25. جميل. باء ده ايه؟ ده حدث. طيب، لو عايز اجيب لام باء هقول له نون باء على نون فاء هتساوي 1 2 3 على 25. جميل كده. ده كده الحدث. ولازم نحط في اعتبارنا ان احنا عندنا احداث مؤكدة اللي هي احتمالها بيكون 1 مش 3 على 25، لا، 25 على 25. يعني اللي هو اقول لك احتمال سحب بطاقة تحتوي على رقم اصغر من 26، طبيعي 25 و24 و23 كل الارقام، فالاقي ان انا الناتج بتاعي هنا 25 على 25 بواحد، فده اسمه حدث مؤكد. تمام. نركز كده معايا، انا عندي الحدث المؤكد ده احتماله بواحد، عندي الحدث المستحيل ده اللي هو مش ممكن يحصل ده احتماله صفر، اللي هو زي ايه في المثال بتاعنا ده اللي هو سحب بطاقة تحمل رقم اكبر من 26. مفيش، انا كل الارقام عندي 25 واصغر، فما عنديش رقم اكبر من 26، فبالتالي الحدث ده مستحيل. الاحداث بتاعتي دي اسمها احداث ممكنة. جميل. والممكن ده بيتقسم لثلاث احتمالات: غالبا واحيانا ونادرا. الغالبا ده الاحتمال بتاعه بيبقى تقريبا 75%، احيانا بيبقى الاحتمال بتاعه 50%،
نادرا بيبقى الاحتمال بتاعه 25%. تمام كده؟ طيب نرجع للمسألة بتاعتنا. يبقى احنا كده جبنا الحدث ألف وقلنا ان لام ألف بتاعتي باربعة على الخمسة وعشرين، وجبنا الحدث باء وقلنا ان لام باء بتاعتي تلاتة على الخمسة وعشرين. هنا بيقول لك تحمل عددا فرديا يقبل القسمة على التلاتة والخمسة. يعني هو هنا الشرط بتاعه ان الرقمين، الرقم اللي هيطلع يكون بيقبل القسمة على الرقمين مع بعض. يعني نقدر نروح مغيرين كده ونقول وقوع الحدثين معا، وقوع الحدثين معا الاتنين مع بعض في نفس الثانية، دي احنا بنطلق عليها التقاطع. تمام؟ التقاطع هو ان الحدثين يحصلوا في نفس الوقت، ان الرقم يكون بيقبل القسمة على التلاتة ويكون بيقبل القسمة على الخمسة في نفس الوقت. لو جينا بصينا كده في الارقام اللي انا مطلعاها مش هلاقي غير الخمستاشر. فنيجي هنا نقول ان الف تقاطع باء هو عبارة عن خمستاشر. يعني لو جينا قلنا عايزين لام الف تقاطع باء هيكون واحد على الخمسة وعشرين. تمام كده؟ ان هو احتمال واحد ما بين الخمسة وعشرين رقم كلهم. طيب لو فرضا ان انا جيت بصيت لقيت ان مفيش تقاطع ما بين الرقمين، مفيش تقاطع ما بين الاحتمالين خالص، لو لقيت مثلا ان انا عندي الحدث الف جواه واحد واثنين وثلاثة، الحدث باء اربعة وخمسة وستة، فين التقاطع؟ مفيش تقاطع. فبالتالي الف تقاطع باء احنا بنروح مسألين عليها فاي، والحدثين دولت بيبقى اسمهم حدثين متنافيان، يعني عكس بعض تماما مش ممكن يتقابلوا ابدا. جميل كده؟ طيب بيقول لي هنا تحمل عددا فرديا يقبل القسمة على ثلاثة او خمسة، او يعني واحد من الاثنين على الاقل. يعني انا ممكن اقولها كده، وقوع احدهما على الاقل، يعني يا اما يكون بيقبل القسمة على الثلاثة او يكون بيقبل القسمة على الخمسة، مش لازم يكون الاثنين، مش لازم التقاطع، ده الاتحاد. يعني هو عايز الف اتحاد باء. طيب انت اصلا عندك هنا الارقام الثلاثة والتسعة والخمستاشر والواحد وعشرين، نروح حاطين عليهم الباء من غير تكرار. خمسة، الخمستاشر طبعا مش هكتبها تاني، واكتب الخمسة وعشرين. تمام؟ فلو جيت جبت لام الف تقاطع باء هتطلع لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على الخمسة وعشرين. طيب هل في طريقة تانية بدون الارقام دي، بدون ما مكتب الاحتمال وعد واقسمه على عددهم؟ عندنا قانون لازم نكون حافظينه يا شباب، بيقول لك لام الف اتحاد باء هو عبارة عن لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء. يعني بيقول لك انت ممكن تطلع الستة على الخمسة وعشرين دي بطريقة تانية، اللي هي انت جبت لام الف اللي هي اربعة على الخمسة وعشرين، وجبت لام باء اللي هي تلاتة على الخمسة وعشرين، اجمعهم مع بعض وطرحهم من الف تقاطع باء، لام الف تقاطع باء اللي هي واحد على الخمسة وعشرين، فيطلع لك الناتج في النهاية ستة على الخمسة وعشرين زي ما طلعته هنا. القانون ده مهم جدا لان هو مش دايما بيجيب لك المسائل مباشرة كده او انت بتجيب الارقام، لا ممكن يجيبها لك بالطريقة دي. يقول لك اذا كان لام الف بنص، لام باء باتنين على التلاتة، لام الف تقاطع باء بتلت، اوجد لام الف اتحاد باء على طول. هو هنا ما ادلكش الاحتمالات، ما ادلكش فضاء العينة علشان تطلع منه الحدث العينة على الحدث وتجيب لام، لا
هو اداك الاحتمال على طول. ليه؟ عشان هو عايزك تطبق القانون اللي بيقول ان لام الف اتحاد باء يساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء، لام الف بنص زائد لام باء باتنين على التلاتة ناقص لام الف تقاطع باء اللي هي بتلت. لو جينا عملناها على الآلة تطلع لي 5/6، مباشرة جدا. طيب لو قال لي اذا كان لام الف بتلاتة على التمانية، لام باء بنص، لام الف اتحاد باء بخمسة على التمانية، اوجد لام الف تقاطع باء. هنا هو مش عايز الاتحاد، هو عايز التقاطع. فانا هعمل ايه بالمعادلة؟ هروح مطلعة دي هنا ومدخلة دي جوه، فهيبقى القانون لام الف تقاطع باء بيساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف اتحاد باء، وعوض على طول، لام الف بتلاتة على التمانية زائد نص ناقص خمسة على التمانية يساوي بالآلة 1/4. تمام؟ يبقى احنا لازم نكون حافظين القانون ده كويس اللي احنا استنتجنا منه القانون ده. طيب بيقول لي اذا كان الف وباء حدثين وكان لام باء بواحد على الاتناشر، لام الف اتحاد باء بواحد على التلاتة، اوجد لام الف. اذا كان الف وباء حدثين متنافيين، لسه قايلة لكم ان حدثين متنافيين يعني لام الف تقاطع باء هتساوي فاي. جميل، يعني مش موجودة، رقم مش موجود. فبالتالي لو جينا طبقنا في القانون بتاعنا اللي هو لام الف اتحاد باء هتساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء، مش هكتب لام الف تقاطع باء لان هي اصلا مش موجودة. جميل، فبالتالي لام الف اتحاد باء هي عبارة عن لام الف زائد لام باء، وانا عايز لام الف هنا، فبالتالي هروح مطلع اللام باء الناحية التانية بعكس الاشارة، يعني هتكون عبارة عن لام الف اتحاد باء ناقص لام باء، يعني تلت ناقص 1/12 تطلع 1/4. في حالة تانية للتقاطع اللي هي باء جزئية من الف. باء جزئية من الف يعني التقاطع هيطلع الصغير اللي هو الباء. جميل، فلما اجي اطبق في القانون هنا اللي هو لام الف اتحاد باء يساوي لام الف زائد لام باء ناقص لام الف تقاطع باء، ما هو التقاطع هو هو لام باء، فبالتالي هروح كاتباه كده لام باء، فلام باء هتطير مع لام باء، اذا لام الف اتحاد باء هي هي لام الف، يعني لام الف هتطلع بالتلت اللي هي كانت الاحتمال بتاع الف اتحاد باء.